السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في لاباج توب ارتيكل. اليوم جبنا لكم هذه المقلة الأكثر طلبا عند السيدات اللي كتوفر الوقت والجهد أيضا في تحضير الكريب والبريوات ورقة ديال البسطيلة وجميع أنواع الرغيف اللي ممكن أنها تشريهم من الزنقة، يمكن تحضرهم في البيت بسهولة ويسر تام. فهذه المقلة هذه مميزة وعملية، هذه المقلة هذه عملية جدا للسيدات لأنها غتوجد لكم الكريب وتوجدي بها البغرير وتوجدي بها الورقة ديال البسطيلة أيضا وورقة ديال البريوات، يعني باش تمتعي بماكلة صحية بلا ما تشريها من الزنقة، يعني في الدار غادي ديريها بسهولة ويسر واقتصادية في الثمن. مرحبا بكم اللي طالب هذا المنتوج، وصلوا معنا.